الحمد لله كملنا نحن سنة مريخية، هذا طبعا واحد من الأهداف الرئيسية عندنا نحن. كانت في طبعا مثل ما قلت لك في بحوث كثيرة طلعت وإنجازات كثيرة استكشافات خاصة من جهة الفريق العلمي عندنا، استكشافات جديدة معظمها كانت غير خيالية أو غير متوقعة حقنا نحن حاليا. طبعا هذا بجهود المهندسين بجهود الساينس بجهود، يعتبر عندي ذكرى كبيرة أن كملنا هالسنتين، كملنا إنجازات كبيرة. هذا طبعا إنجاز كبير وخاصة للمهندسين والفريق العلمي عندنا. طبعا مسبار الأمل حاليا عندنا نحن مشروع ديموس اللي هو أم مشروع، هو تقريبا استكشاف والفريق العلمي حاب أنه يستكشفه. هذا مثل ما قلنا نحتاج تعديل بسيط على الأوربت مانوفرينج بحيث أنه ما يأثر على التارجت أو الهدف الرئيسي هو المريخ، ويكون عندنا صورة واضحة لديموس. وهذا إن شاء الله راح يكون استكشاف جديد ويعطي فرصة للفريق العلمي لاستكشاف ديموس ومعرفته أكثر.